يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية اهلا بكم احبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقه جديده من برنامجنا ايه وترنيمايه. النهارده الكلام للانسان اللي بيحب يفتخر بما عنده ويفتخر بما له الحسب والنسب والفلوس والظروف والصحه والامكانيات. صدقني في اصحاح 3 من رساله فيليبي بولس الرسول بيقول انه مفيش حاجه ينفع الواحد يقول عنها يفتخر بيها. لو كان في حد ينفع يفتخر فبولس الرسول بالأولى ويقول على كم حاجة كويسين عن حسبه ونسبه وجنسيته وما إلى ذلك. لكن تعالوا نشوف آية النهاردة بيتكلم بيقول إيه عن الناس الواحد اللي ينفع يفتخر. بيقول كده في كورنثوس الأولى أصحاح 1 وعدد 31 بيقول كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الأولى 1:31. أصل يا حبيبي النهاردة أنا ببقى عامل زي الشخص اللي عنده حد عظيم بيتعامل معاه. فالحد العظيم ده لما أجي أتكلم مع أي حد أقول لهم على فكرة الشخص العظيم اللي أنا بشتغل معاه أو أنا اللي ساكن عنده أو قريبي أو أي حاجة من الحاجات دي أقول الشخص العظيم ده يبقى لي كذا. كأن واحد فقير غلبان ما عندوش حاجة بيفتخر باللي عنده بالشخص اللي ينتمي هو إليه وعنده كتير. لدرجة أنه صاحب مزمور 34 بيقول يا حبيبي وبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي. أتاري مفيش حاجة جوايا مفيش حاجة معايا مفيش حاجة عندي ينفع افتخر بيها. خطاياي كبيرة وكثيرة جدا لدرجة انه انا مستخبي جواها وهي مغطياني بكل معنى الكلمة. بشريتي وضعفي وامكانياتي القليلة والضئيلة جدا. اوعى تفتكر انه لما واحد ياخد شهادة هو بيتغير. ابدا من جواه هو انسان. من جواه هو مليان خطية وعيوب. حتى لو من بيت كبير ولا من بيت من عيلة عظيمة. حتى لو ظروفه كويسة. حتى لو بيشتري هدوم من الغالية الموقع عليها زي ما بيقولوا السينيه حاجة جميلة جدا جدا. بس يفضل الإنسان بخطيته وبوحشته من الأعماق من الداخل ما لم يأتي إلى الرب ليغيره. النهاردة أنا عايز أشجعك جدا بكل ما عندي وأقول لك تعال للرب وقول له يا رب غير حياتي من جوه وغير افتخاري. خلي افتخاري النهاردة يكون بيك. العدد اللي قبل العدد بتاعنا اللي احنا الرب ادهولنا النهاردة اللي بيقول كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الأولى 1:31. العدد ده قبليه كم عدد تاني بيقول ان الرب اختار أدنياء العالم اختار المصدرة وغير الموجود. يعني لو انا عندي امكانية هي في عينين الله هو اللي مديها الامكانيات دي هو اللي مديهاني مش لاني صاحب فضل فيها لكن هو اللي ادهاني وانا هاخدها من بين ايديه وهشكر وهقول له انت الهي هشكر لانك انت اللي صنعت لحياتي هذا النوع من الفرح هذا النوع من الامتياز اني اكون ليك وهشكر كل عمري واقول لك انت الهي افتخر انا بك يا رب. اشكرك لاجل صليبك ولاجل خلاصك ولاجل فدائك لاجل حكمتك لاجل عظمتك لاجل قداستك. شكرا ليك من كل القلب لانه خليت واحد زي النهارده ينتمي ليك وأني أفتخر بك يا رب. أشكرك من كل القلب ليك السجود. أمين. تنمت النهاردة بتقول يمتلي الفم بمديح وافتخر طول عمري بيه من هداني للمراعي وحملني على منكبي لعوز للي ينادوله. إله عظيم خليني أفتخر بيه وأفرح النهاردة وديه المجد وأشبع قلبه بترنمي وأفراحي وتسبيحي. خلينا نرنم سوا يلا بينا. Thank you.
ما فيش زي إلهنا، وهفتخر النهاردة بيه الإله اللي رضي رغم إن هو اللي اتغلط في حقه، هو اللي جه يسامح ويصالح. إله مش عادي، إله يحق لي عليا إني أفتخر طول عمري بيه. مين هداني للمراعي ولسه حملني على منكبيه؟ لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. يلا افرح معايا، خلي يومك النهاردة يبتدي بالتسبيح، بافتخارك بالرب مش بأي حاجة عندك. ربي راعي وسلامي، عمري محتاج لي سواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه. وان بوادي الموت مشيت لأخاف وانا معاه، خيري في مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وايدي كما ظل في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وايدي كما ظل في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن للي يلجأ لي حماه، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. الظلام إن زاد وغطى على الأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض مين طلبه صبار. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كن مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كن مظلة في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، مين هداني للمراعي وحملني على منكبيه. لا عاوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كما ظل في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كما ظل في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في
الحياة.